يا هلا فيكم في ترند. نشر الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم على انستغرام فيديو لطلبة البحرين وهم يتعلمون في بيوتهم طريقة صنع الكمامات، ومسترشدين بالفيديو التوضيحي للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. انتابع. كلنا فريق البحرين. نعم ضد الكورونا كلنا فريق البحرين. بأسلوب بسيط وقريب من إخواننا الأسيويين، نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على إنستغرام فيديو توعوي يتضمن أهمية التباعد الاجتماعي والتواصل مع الرقم 444 عند الشعور بأي أعراض أو مخالطة مصاب. इतने सारे लोग और एक ही प्लेट से खाना खा रहे हैं आप अपना खाना अकेले खाइए हाथ मिलाना और दरवाजे की हैंडल पकड़ना ये सारी खतरनाक चीजें हैं अगर आपको खांसी सांस लेने में तकलीफ या बुखार चढ़ा हुआ हो तो प्लीज डायल करिए 444 और मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात सुनिए समझ लिया नहीं دعت وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والراغبين بالعودة للمملكة التواصل مع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي لتسجيل بياناتهم وأرقام التواصل لتنسيق عودتهم في آخر رحلة للمملكة. لأجل البحرين خلك في البيت، من قلبنا نقول يا ليت يا ليت، حلوة القعدة في البيت ويا العيال لما تأسرة تصنع أبطال، ممكن نزرع، ممكن نقرأ، كم من مشروع أصله فكرة. بهذه الكلمات اللي عكسوا فيها الحس الوطني الرفيع والمسؤولية المجتمعية أنجز مجموعة من الفنانين البحرينيين أغنية توعوية جميلة بعنوان لأجل البحرين من فكرة وإخراج الفنان عادل شمس، وشارك في الأغنية عدد كبير من نجوم الفن في البحرين. نتابع وياكم. تحدي الهوماثون هي مسابقة جديدة أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز لتعزيز الحلول الابتكارية لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة كورونا في 8 مجالات رئيسية: الخدمات الحكومية الرقمية، التقنية المالية، التعليم، الصحة، العمل عن بعد، الخدمات اللوجستية، التجارة والترفيه. ويبدأ التسجيل فيها من يوم الأربعاء حتى نهاية يوم السبت 18 أبريل الجاري، وستجري الفعاليات أو فعاليات هوماثون في الفترة ما بين 19 إلى 25 أبريل الجاري، وسيكون باب التنافس مفتوح للمبرمجين من داخل السعودية والدول العربية.
خوذة ذكية للكشف عن مصابي كورونا. هي تقنية مبتكرة كشفت عنها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهي عبارة عن خوذة ذكية تمكن المسعفين من قياس درجة الحرارة الناس المحيطين بهم بمجرد النظر إليهم. تعتمد الخوذة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تتم برمجتها إلكترونياً من قبل المسعف، ويتم ربطها ببرنامج ذكي لتمكن المسعف من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف على احتمالية إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19 واتخاذ الإجراءات اللازمة. وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم على خير.